الخير السيد بالعمري مسعود الرئيس السابق للنقابة الوطنية لصيادي للخواص. تشهد اليوم الصيدلة تغيير المكتب الوطني وعلى رأسه الرئيس الوطني سيد مرغمي كريم. ما مدى تأثير هذا التغيير على الملفات الحساسة مثل ملف التحاليل الطبية، ملف هامش الربح، ملف لي كومبليمون اليمونتير؟ جاء هذا التغيير شوية في ظرف حساس. وفعلا يعني هناك ملفات مفتوحة يعني لم يتم الانتهاء من العمل عليها. ذكرت ملف هامش الربح، التحاليل والمكملات الغذائية، ولكن هذا لا يمنع أن النقابة تجدد الهياكل نتاعها، خاصة وأنه كان هناك قانون جديد لنظم النشاط النقابي اللي أعطانا مهلة أقصاها 6 أشهر باش نقوموا بالتغييرات اللي يوجبها القانون على القانون القاعدي، وهذا كان يتطلب تنظيم مؤتمر، والمؤتمر طلب أيضا تغيير تجديد الهيئات نتاع النقابة، خاصة من المجلس الوطني والمكتب الوطني وانتخاب رئيس وطني جديد في شخص سيد كريم مرغمي. هذه الملفات يعني عندها عدة سنوات وهي مفتوحة، وإحنا قيد يعني التشاور والعمل عليها مع الوزارات المعنية. يعني لما يكون ملف مفتوح هذا لا يعني أنه ما لازمش يكون تغيير في هيئات النقابة بما فيها الرئاسة. يعني العمل ما زال متواصل. طبعا ملفات مفتوحة يعني، والاجتماعات تعقد بصفة منتظمة ودورية، سواء فيما يخص هامش الربح أو التحاليل الطبية أو المكملات الغذائية. يعني نقدر نفصل مثلا فيما يخص هامش الربح، يعني ملف تم فتحه يعني منذ 1998 على الأقل 6 أو 7 مرات، هذه ربما المرة الثامنة وأكثر، ولكن لم يعرف تغيير. يعني كل المشاريع فشلت وبقات في الأدراج لأنه ملف معقد جدا، وحتى الآن لا يعني أنه عقد 3 اجتماعات مع الوزارة و3 اجتماعات مع شركائنا يعني راح يضمن أنه الملف راح يفرج عنه، المشروع نتاع المرسوم التنفيذي راح يمر. احنا في ظننا يعني كأنه راح يستغرق وقت طويل. الهدف هو ليس التغيير، الهدف هو يعني الاميليوراسيون، تحسين الوضع الاقتصادي للصيادله، تحسين معدل هامش الربح السنوي، تحسين يعني الافراج على الغمه هذه تاع الحاله الماليه اللي راهي الظروف يعني الاقتصاديه صعبه اللي يمر بها سيدنا. اذا احنا الهدف ماهوش فتح ملف هامش الربح وتغيير المرسوم نتاع 98-44، ولكن الوصول الى مشروع يحقق يعني ويجسد الطموحات والامال نتاع الصيادله، يعني يحسن وضعيتهم من معدل هامش الربح السنوي للصيادله. نبدلوا الاس اش بي، نطلعوا فيه، نطلعوا لي بالي دو سورت انه يعني الهامش الربح السنوي المعدل يكون احسن. احنا الان رانا في 22-23%، وكنا في سنوات سابقه 40-33%. حتى هامش الربح هذا نتاع المرسوم هذا نتاع 98-44 لما تم وضعه في الميدان كان معدل هامش الربح 33%، وتردات الوضعيه مع السنوات بعد التغيرات الاقتصاديه والاسعار اللي عرفتها الادويه، انه وصلنا الان لمعدل 22-23%. اذا الهدف نتاعنا انه نحسنوا من هامش الربح الصيدلي، واذا شفنا كما شفناها عده مرات عشناها في 2005 2006 2008 و2017 و2016 وصلنا يعني انتهينا من العمل على مشاريع مع وزاره التجاره والربع وزارات الاخرى المعنيه، ولكن لما شفنا أن المشاريع هذه ماهيش راح تحقق نتائج إيجابية عارضناها وعملنا كل ما في وسعنا باش جمدناها، ولم يتم اعتمادها ولم يتم الإفراج عنها. وكذلك الشيء نبقاو دائما في نفس المبدأ، حاليا إذا كاين يعني مشروع فعلا احنا رانا نخدمه مع الشركاء، نخدمه مع
الهيئات الرسمية مع الوزارات المعنية، ولكن إذا شفنا باللي الأمور راح تمشي بصفة سلبية ماناش راح غير صالح صيد، من الأحسن نبقى في الوضع هذا ولا نروحوا لوضع أكثر تردي. يعني هناك على الواقع تخوفات في طبعا دائما كاين تخوف دائما ما كاش، على خطر احنا عندنا اهداف ولكن حتى هما عندهم اهداف ما عندناش نفس الاهداف، اذا عليها يعني حتى لا نيغوسياسيون ولا العمل على هذا الملف راهو صعيب ماهوش بالسهوله اللي رانا ماشي. يعني احنا كصيادله ولا كنقابه قال احنا نحبوا هذا الارقام ونروحوا ونقترحوهم ويتم قبولهم من طرف الحكومه وخلاص، على خاطر كاين تبعات كاين انعكاسات على صناديق الضمان الاجتماعي، على القدره الشرائيه، على سعر الدواء، على الاقتصاد بصفه عامه الى اخره، حتى على الاكسيسيبيليتي وميديكامون. اذا هذه معايير تاخذها بعين الاعتبار الدوله وتاخذها كل وزاره ثانيه فيما يخصها، وزاره العمل الدافع على صناديق الضمان الاجتماعي، وزارة المالية تحرص على أن يكون هناك تحصيل أحسن للجباية من طرف لدى المتعاملين الاقتصاديين. علاش؟ على خطر هامش الربح أيضا، لا يعني الصيدلي فقط، راهو يعني المنتج، يعني الموزع، يعني المستورد، كل القطاع. إذا ما دام كاين انعكاسات على عدة قطاعات اقتصادية وانعكاسات اجتماعية، ملف يبقى دائما حساس وصعب التسيير، ولكن يبقى تحدي للنقابة لأنه أصبح يعني مشكل يؤرق البقاء الصيدلي، أصبح مشكل اكزيستانس يعني وبيرسيستانس. طبعا عليها احنا نعدوا من التحركات نتاعنا والتوجهات نتاعنا، ما نبقاوش نستناو دائما غير في هوا مشرب. اللي تحركنا مثلا بور ديفوند لي تروازير لي روميز لي رابي لي ريستون، تحركنا باش حصلنا في الجبايه وحصلنا الحمد لله في قانون الماليه 2023 والقرار يعني كان مكتسب كبير. مكتسب كبير للصيادله باش الجبايه يعني تقريبا لما قاسوها الخبراء لقاو بلي سايكيفون ان اباتمون فيسكال دو 80%. ماشي الان 20 هذيك رجعت انديس يسمى شغل النقص لا مواتي على الاقل 5 على الاقل. فوالا دونك حتى هما داروا لي سيميلاسيون تاعهم في المينيستر دي فينانس، يعني لقاو بلي سايكيفون ان اباتمون فيسكال دو 80%. دون ايضا نسيان اننا يعني الحمد لله خرجنا النظام تيير بايون لي ماجوراسيون لي ديم فارماسيان، خرجناهم من الجبايه يعني ماهمش خاضعين الجبايه بصفه مباشره، يعني يدخلوا في يعني تعتبر رقم اعمال وليس فائده ايضا، يعني معتبر يعني انعكاس معتبر وايجابي على اقتصاد الصيدله ان شاء الله. إذا سمحت نعرجوا مثلا على الملف اللي ذكرتيه هذا التحاليل الطبية، حتى هذا ملف صعب جدا، يعني على خاطر صح احنا ندافعوا على مصلحة الصيدلي وعلى كفاءته وعلى تكوينه أنه مهيأ وأنه كفء باش يقوم بها، ولكن هناك يعني المخابر البيولوجية حتى هي تدافع على حقوقها وتدافع على موقفها، والوزاره نقدر نقول باللي راهي تلعب دور الوساطه باش نلقاو حلول يعني منصفه للصيدلي على الاقل، منصفه ويعني تثبت الصيدلي في دوره في كمهني صحه، يعني من فري بروفيسيونيل دو لا سونتي في اطار المنظومه الصحيه. يقدر ماشي صيدلي ماشي c'est pas un magasinier, c'est pas un gestionnaire, c'est pas un gestionnaire de stock. قال راهو يشري ويبيع ويدي فائدة، لا عنده دور أكبر وأعظم من هذا في المنظومة الصحية كما في جميع دول العالم. درنا لا فاكسيناسيون، درنا لي تيست، يعني مؤهل الصيدلي مؤهل لمن هكذا التحاليل. نبداو من التكوين ماشي غير في الممارسة، وزيد رانا نقوموا بالتكوين متواصل مع الوزارة، أكثر من 15 يعني دورة تكوينية رسمية حتى الآن. إذا حنا ندافع، عندنا ترسانة قانونية تؤيد أن الصيدلي يقوم بهذه التحاليل
يعني بكل كفاءة وبصفة قانونية. يعني نطمن ما نقبل حتى واحد يجد لنا فيها إن شاء الله. يعني نطمن صيادي لأنه حتى بعد تغيير المكتب والرئيس الجديد العمل مازال متواصل والنضال مازال متواصل. هناك ملفات حساسة ممكن تتطلب وقت وهناك ملفات إن شاء الله تتحل في أقرب وقت. اليوم ولاية طارف نشهد يومها الملتقى الأول، الملتقى الوطني الأول بالولاية. يعني ظروف تنظيم هذا اليوم وما هي الأهداف من هذا اليوم الدراسي الوطني الأول من نوعه في ولاية طارف؟ احنا في إطار البرنامج اللي سطر المكتب الوطني سنويا نشجع دائما الولايات اللي عمرها ما نظمت ملتقيات مثل هذه، وهي ملتقيات دائما نعطيها طابع وطني، يحضرها أعضاء المجلس الوطني وكل المكاتب الولائية مفتوحة. يعني نشجع الجامعة وداخلة في تكوين متواصل ونشجع الولايات اللي عمرها ما نظمت مثل ولاية طارف وعدد من الولايات الأخرى تفتقد للمنشآت، منشآت سواء يعني كالفندقية أو منشآت يعني تنظيمية محاضرات إلى آخره. ولكن يعني كان هناك تحدي يعني رفعناه الحمد لله بفضل التضحيات نتاع المكتب المحلي. كان يعني كانت هناك إرادة وتشجيع كبير أيضا من طرف المكتب الوطني، يعني تقريبا وصلوا حتى للإلغاء، ولكن الحمد لله بفضل يعني تضحياتهم ومجهوداتهم ونقدم لهم الشكر يعني باسم النقابة قدرنا ننظموا هذا اليوم والحمد لله. يعني ملفات كبيرة ونحب دائما نفتخر بالنقابة أننا دائما الآن نتعرض في أيامنا الوطنية الدراسية التكوينية لملفات جسدتها النقابة. نعم. وراح يتساهم فيها النقابة مع الهيئات الرسمية. مثلا اليوم راح يكون عندنا محاضرات نتاع جبايا، هذا ملف عملت عليه النقابة وجبنا خبراء إن شاء الله باش هما يقدموا بهذه المحاضرات ويفسروا النظام الجبائي الجديد والمحاسبات للصيادلة. عندنا ملف رقمنة الصيدليات، رانا عندنا ممثلة رئيسة المشروع من وزارة الصحة هي اللي راح تقدمه والنقابة ساهمت بصفة كبيرة، وربما هو المشروع الوحيد الرقمي لدى وزارة الصحة اللي وصل للنهاية تاعه، يعني كي هايدي كلوتوري فيناليزي. كاين أيضا مشروع قانون جديد للمؤثرات العقلية، المؤثرات العقلية هذا ملف عملت عليه النقابة تقريبا 10 سنوات والحمد لله درنا مرسوم تنفيذي، درنا زوج قرارات وزائرية للجدولة والتصنيف نتاع المؤثرات العقلية، ووصلنا حتى أنه قدرنا نغيروا مع وزارة العدل. نعم. قانون 0418، يعني ليس من السهل أنك تقرر قانون مع قانون جديد. وصلنا درك القانون 23-002-05 اللي إن شاء الله تكون محاضرة مقدمة من طرف الرئيس الوطني كريم الرمي، الحمد لله وحققنا فيه عدة إنجازات. هذا القانون التصنيف الوطني، المنصة الرقمية للوصفة الطبية واللي مربوط بمشروع بمشروع رقمنا في الصيدلية إلى آخره. إذن الحمد لله هذا فخر لنا وفخر للنقابة تاعنا أنه ملفات يعني حساسة وثقيلة وعندها وزن وطني وبعد كبير يعني في المستقبل لتطوير يعني كالمهنة وإبراز دور الصيدلي في مساهمته في المنظومة الصحية والضمان الاجتماعي. ونذكر أنه اليوم أيضا حاضرين معنا إطارات المديرية العامة للضمان الاجتماعي اللي راح يقدموا المشروع اللي ساهمنا فيه واللي راهم الصيدليات يعملوا به، نظام المعلومات شفاء دو أوفيسين، شفاء أوفيسين دو، وهذا ساهمنا فيه بصفة كبيرة. والآن وصلنا للمبتغى تاعنا، المشروع تاعنا أنه الصيدلي يعني يستغل نظام معلوماتي واحد. نعم. من قبل كنا نستعملوا 3-4 نظامات أنظمة معلوماتية باش نخدموا التربية، درك خلاص سي شفاء أوفيسين دو فيه كلش، نحينا فارموس، نحينا لي لوجيسيال دوس هذوك إلى آخره. واليوم ثاني راح يعلنوا لنا على مشروع بطاقة شفاء 2 واللي عندها يعني تطور، راح نطوروا بفضل هذه البطاقة شفاء 2 وراح يساهموا فيه الصيادلة كما ساهموا في الأول في إنجاحه، ويكون عنده دي كاباسيتي بلوز امبورطونت، اون كارت عندها اون ميموار بلوز امبورطونت، دي بيرفورمانس إلى آخره. والشيء هذا راح يسهل
باش يعني نطوروا حتى الخدمات نتاعنا في الصيدليات ويسهل الخدمة تاع الصيدلي. احنا ماشي غير باش نطوروا الخدمات ولكن حتى الصيدلي تكون عنده إرياحية في أداء، يعني شروط العمل تكون مريحة، يعني تمهيد الكودابار، كودابار تاع لافينيات اللي رانا احنا ايضا نتاع لي بواط دو ميديكامون ايضا يعني مشاركين فيه. يعني الهدف الاساسي باختصار من هذا اليوم الدراسي هو اولا تقديم حوصله على انجازات النقابه في عده ميادين، ويعني فتح باب الحوار مع الصيادله المنخرطين انهم يقدموا اقتراحاتهم ونقاشاتهم في يعني في النقاط اللي مازال تتحسن. يعني نقدموا حوصلة كما ذكرتي سيدتي الكريمة على نتائج ملموسة. يعني on est en train d'utiliser ces données de manière concrète sur le terrain في العمل نتاعنا اليومي في الصيدليات. يعني سي با دو لا تيوري، ماهيش يعني خصوصا فيما يخص الجباية والقوانين المؤثرات العقلية ملموسة وان شاء الله تدخل في الممارسة نتاع المهنة يوميا للصيادلة ان شاء الله. سيد بلعمري الرئيس السابق للنقابة والعضو المجلس الوطني، شكرا جزيلا. شكرا سيدي. بون كوراج.